مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. فيديو اليوم هو الجزء الثاني من الفيديو اللي عملته عن أهم مسببات السعادة، الأشياء اللي فعلا أنا بعملها. هي أشياء بسيطة كتير بس بتخليني أعيش عن جد في منتهى السعادة. هي مجرد نقاط بسيطة رح أذكر لكم إياهم، وسهل كتير إنه كل واحدة فيكم تقدر تعملها بطريقتها باللي يعني باللي موجود متوفر عندها. أحلى الشغلات اللي بحبها وعن جد بنبسط فيها كل لما أصحى من النوم الصبح هو إنه أفتح كل شبابيك البيت، وكمان عندي الباب اللي بيودي على الحديقة برا، والباب اللي هو مدخل البيت في عليه هيك سكرين أو يعني باب شبك تاني. بفتح الشبابيك والبيبان كلهم، بهوي البيت حتى لو الدنيا حر. وعنا هلأ يعني لو أكيد رح تشوفوا من شكل شعري يعني نافش، وعنا حر الجو بشكل، بس ومع ذلك لازم الشمس تدخل والهواء يتجدد ويصير فرش جوا البيت. هذا من أكتر إشي بيجيب لي سعادة. كمان خلينا في جو البيت والأشياء اللي فعلاً بتجيب لي سعادة. يعني أنا ما بعرف، أكيد عندكم في البلدان العربية أو في البلدان الأوروبية وين ما أنتم ساكنين، في أكيد أماكن حتى في السوبر ماركتات في قسم بيكونوا ببيعوا ورود طبيعية، باقات ورود طبيعية. إحنا عندنا هون أحسن مكان وأرخص مكان تشتري فيهم أشكال وألوان من باقات الورود الطبيعية، محل اسمه تريدر جوز. تريدر جوز هذا باقة الورد عندهم مشكلة كبيرة حلوة ب$6. كل ما أروح هناك بجيب لي باقة ورد بحطها في مزهرية، عندي مزهرية أزاز حلوة بحطها في مزهرية، بحطها على طاولة المطبخ، وورد المهم إن يكون ورد فرش، وبولع شمعة جنبها. المنظر هذا الشكل هذا من الصبح لليل عن جد بيضفي سعادة وجو حلو وروح للبيت حقيقة. كمان اللي بتجيب لي سعادة هي إنه ببدأ أسبوعي صح، يعني يوم الأحد عندي أنا اليوم اللي بخطط فيه للأسبوع كامل. أسبوعي بيبدأ يوم الاثنين، أنا بكون عارفة إيش بدي أكل كل الأسبوع، بكون عارفة إذا عندي مواعيد مهمة كل الأسبوع، بكون عارفة الأيام اللي أنا فاضية فيها ما عندي إشي، وبالتالي بروح بخطط إنه أعمل شغلة في البيت، ترتيب تنظيم أي إشي أنا بدي أعمله في البيت في الأيام اللي ما بدي أطلع فيها على الشغل. يعني لما أخطط أسبوعي كامل أنا بكون في منتهى السعادة، إلا ما تطلع أشياء هيك ولا هيك يعني تخرب الخطة كلها، بس ما في مشكلة. اليوم اللي بعده بزبط يعني بكاتش أب أو بلحق الإشي اللي فاتني اليوم اللي هو كان فيه ظرف طارئ. كمان من الشغلات اللي بحب أعملها كتير لما أطلع في السيارة وأنا في طريق إلى الشغل وأنا في طريق إلى أي مكان أنا رايحة، أو أحياناً بحب أطلع في السيارة هيك بس أتمشى يعني في السيارة إذا كنت زهقانة، مش جاي عبالي إشي أعمله، مش جاي عبالي أروح مثلاً أي مكان معين، بس بدي هيك ألفلف في السيارة. عندي على التليفون تاعي لستة أغاني، هي مشكلة أغاني عربية مع أغاني أجنبية، بحب أشغل لستة الأغاني هاي وأسوق، وهذا بجيب لي سعادة كتير، بنبسط يعني. وأهم شيء يكون معي فنجان قهوة، المج تبعي تجو، هذا من أحلى الأشياء اللي بحب أعملها. كمان من الشغلات اللي كتير بتبسطني إنه في يومي، يعني أنا بتفرج في عندي يوم لما أخلص كل إشي وآخر اليوم بحب أتفرج على اليوتيوب، بحب أتفرج على أفلام، بس أكتر إشي فعلاً بيجيب لي سعادة وفرحة وإنجاز هيك بحس إنه بخصص من الأشياء اللي بتفرج عليها، الأشياء المشكلة اللي بتفرج عليها، إلا ما أسمع يومياً لمحاضرة أو لقاء أو بودكاست أو أي إشي على اليوتيوب يكون مهم مفيد. يعني بشوف أشياء بتكون مسلية بس لا فيها فايدة ولا إشي، بس لازم يومياً يعني أشوف شغلة تكون مفيدة تعلمني إشي تنبهني لإشي. مثلاً يعني لقاء، جزء من لقاءات أوبرا وينفري طويلة كتير، جزء من لقاء لأوبرا وينفري أو يعني بودكاست صغير وهيك، يعني بحب أدخل في يومي شغلة مفيدة أتعلمها أو أتذكرها يومياً، بكون طايرة من الفرح. كل ما أنجح في إشي يعني
أي نجاح حتى لو نجاح صغير. كتير بحب ومن الأشياء اللي بتجيب لي السعادة إنه أحتفل بنجاحي مع كل الناس اللي بحبهم حوالي، بناتي، صاحبتي، إحنا كعائلتين مع بعض نطلع ونحتفل. إحنا يعني بتعرفوا بندور على أسباب، مش شرط بس نجاح، أسباب أي إشي نحتفل فيها ونطلع برا ونتعشى مع بعض. ويعني عن جد هاي الأعداد والجمعات اللي والله إجانا زبون جديد على دار رعاية مسنين يلا نطلع نحتفل، وصلت لعدد معين من المشتركين على اليوتيوب يلا نطلع نحتفل، يعني أسباب صغيرة جمعتنا مع بعض، هاي من أحلى وأسعد الأوقات في حياتي. من أكثر الأشياء اللي بتسعدني، أنا متأكدة عاد هاي رح تشاركوني فيها كتير من الستات اللي بتفرج علي، رح يشاركوني فيها كتير، بنبسط لما أتفرج على التيك توك وبالذات التيك توك لأنه سريع، ما بحب الأشياء اللي بتطول أنا، وأشوف مثلا وصفة أكل جديدة، وصفة لسناك صحي جديد وأعملها وتزبط وتطلع طعمها فعلا كتير حلو، هاي عن جد بتجيب لي سعادة، وبروح بسجلها وبدونها وبعملها باستمرار لما أزبطها 100%، كتير بكون مبسوطة. هلأ من الأشياء اللي فعلا بتجيب لي سعادة، بس هاي يا بنات لازم تكون ذهنك حاضر وصاحية ومتنبهة للموضوع هذا، هو انه لما يصير عندي مشكلة او لما يصير عندي ظرف صعب او لما اكون مزاجي مش منيح او متضايقة من شغلة معينة، على طول ببدأ امارس الامتنان. يعني اول ما احس حالي كتير متضايقة او مخنوقة على طول بقعد وخلص، يعني بعطي امر لمخي انه ابدأ الامتنان، وهو انه بقعد وفي مكان هادي وببدأ أحمد ربنا وأشكره على كل النعم واحدة واحدة اللي أنا فيها. بعد تقريبا 5 دقائق خلص بهدى برتاح، ببدأ أنظر للجانب المضيء المشرق لحياتي، والمشكلة هاي بإذن الله رح تعدي، ما رح أوقف عندها. يعني على طول ببدأ أقول الحمد لله على نعمة البنات، الحمد لله على نعمة البيت، الحمد لله على نعمة الصحة، أشكرك يا رب على نعمة البزنس اللي بدخل لي دخل ممتاز، بشكر ربي على نعمة قناة اليوتيوب اللي بقدر هي منبر إلكم وإلي أنا أقول فيه اللي بدي إياه، وأقدر أفيد واحدة ولا تنتين منكم، يعني أكون مصدر إلهام إلها. يعني خلص المشكلة موجودة بس أنا ببدأ يعني أبعد تفكيري وأفكر في الأشياء الحلوة اللي ربنا منعم علي فيها، هاي من أكتر الأشياء اللي بتهديني وبتسعدني وبتريحني وبتطمني عن جد. كمان من أكتر الأشياء اللي بحبها وبتسعدني وعن جد يعني بكون مخصصة وقت لها يوميا، هو الاعتناء بنفسي، الاعتناء ببشرتي، الاعتناء بشعري. هلأ شعري ملخبط عارفة، بس إنه مش يعني مش صحي إنه أروح أستشور وأحط عليه حرارة وهيك وهو أصلا رح ينفش، فتركه على راحته، على يعني يعمل اللي بده يعمله، منكوش مش مشكلة، بس الاعتناء بالبشرة، الاعتناء بالبشرة، الاعتناء بالجسم، وقت مخصص لأنه يعني تبسطي حالك وزي ما بقولوا يعني تدلعي نفسك. رح أختم بآخر وحدة، وأنا هاي بتمنى يا بنات، بتمنى إنه تكون عادة تشتغلوا على إنكم تكتسبوها إذا ما كنتوا أوريدي مكتسبين العادة هاي، وهي عادة القراءة. أنا كل يوم بقرأ من 5 لـ10 صفحات يوميا كتب، عندي مجموعة من الكتب كتيرة ومختلفة متنوعة، يعني مش بس كتاب، مش بس قصدي في مجال معين، لا هي كتب يعني بتشمل كل مجالات الحياة. بقرأ من 5 لـ10 صفحات يوميا، بعد ما أقرأ ما بتتخيلوا قد ايه السعادة اللي بكون، يعني المعلومات اللي أنا بقراها كتير مفيدة وبحبها وبحب أفيد الناس فيها، لما أتلاقى مع أي حدا يعني بحب أشارك المعلومات هاي مع الناس كلها، وأكيد معاكم أنتوا كمان.
الشغلة الأخيرة هي إنه كمان وأنا بقرأ يعني باجي على جمل، مقولات، مقتطفات بحب أكتبها، ومش بس تكون موجودة عندي في دفتر ومخبى ومحطوط في الدرج يعني أرجع له وقت ما أنا أكون بدي أرجع له، لا بحب إنه يعني أكون المقتطفات هاي أو الحكم هاي أكتبها على بوست نوت وأحطها في المكان اللي أنا بقعد فيه أكتر إشي، واللي هو مكتبي، فبحطها حوالين الكمبيوتر محفزة مشجعة بتدعو للتفاؤل، بحب أشوفها قدامي على طول، ومش دائما بخليها هي نفسها على طول، أحيانا بشيل وبحط مقولات جديدة قريتها وبتعطيني بتشجعني إنه أعمل إشي جديد، فهاي كمان من الأشياء اللي بتخليني عايشة في منتهى السعادة. هذا كان كل إشي عندي يا بنات اليوم، أنا حنان ثابت، إذا بعدكم ما اشتركتوا في القناة لا تنسوا تشتركوا وتعطوني لايك، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي.